صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نهار جديد او فلوغ جديد. اليوم كيف ما كتشوفوا عندنا الشتيوه والبرد، انا غادا ندي وليداتي ليكول، وقلت علاش لا ما نشاركش مع البنات، ندير واحد الفلوغ نشارك معاهم كيفاش كندوز النهار ما بين ليكول والدار، واش ديال الغدا واش ديال العشاء. المهم غادي نشارك معاكم كلشي، خليكم معنا في لا فيديو، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايكات. والبنات اللي ما كيوصلهمش الفيديوهات ديالي دقوا الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. خليكم معنا البنات، هذه 7:45 دقيقه، ولادي كيدخلوا مع 8:15. دابا غادي نمشي نديهم نيشان ليكول. هنايا يلاه وصلنا، هنايا في الصباح كنلقى الباركين خاوي، ولكن في العشيه ديما كنلقاه عامر. صافي دابا غنديهم نوصلهم وغادي نرجع نهم. ها انتوما معانا غافلوي، ما كنخليهمش ليهم غير في الباب وكنحيدهم ليهم. صافي ودابا غادي نمشي للطوموبيل، ومن الطوموبيل نيشان غادي نمشي غادي نمشي للدار. صافي المهم هانتوما معانا. وهنايا صافي وصلت للدار، غادي ندخل غادي نوجد فطوري دغيا دغيا، كاس ديال القهوه واحد شوكولاتين، وغادي نوض باش نوجد الغدا. بالنسبه للدار البنات راه سالاو ليا لي طرافو ومشاو بحالاتهم، المهم الحمد لله. البنات غادي ندير ديال الباربا وشويه البصله والقزبر معدنوس، وغندير ديال الخس. كيعرف يدير شلاضه ديال الباربا، درت غير بصيله قطعتها بصيله حمراء، شويه القزبر وشويه ديال وهذيك الباربا مسلوقه. صافي وغادي ندير عليها شويه الزيت، شويه الملحه وشويه الخل. البنات هنايا ها نتوما غسلت الخس وكلشي اللي غندير في الشلاضه. صافي وبديت كنقطعها.
المريقه راها كتختر صافي. دابا غادي نقلبو هكا شي شويه. غادي نخليه زعما يزيد يتقلى مزيان على خاطرو. المهم الملوحيه وكلشي هو هذاك، ما غنزيد والو، غنزيد غير الزيتون. وغادي نقلي هذوك جوج، ماشي غنقليهم، غنديرهم في الفران، غادي نحمرهم هذوك جوج صافي. ولا ما بقى ليش الوقت راه غادي نحطهم ليهم هكاك على حسب معايا اش غندخل للدار. البنات هانا رجعت ليكم صافي. هنايا جيت من ليكول، مشيت فيت في جبت ولادي وجيت. الدجاج قليته في الزيت فيت في، قلت بلا ما نشعل عاد الفران ونبقى نتسنى قليت الفريت، قلت نقلي معاه الدجاج صافي. وشليضات هانتوما غادي نحطهم هكا. وراه قلت لكم رانا ما خلطتهمش باش كل واحد يخلط قدامه، حتى الا بقات ليا ما تخسر ليا. راكم عارفين سيختو شليضه ديال الخس الا خلطتيها صافي ما كتبقاش زوينه. وصافي هذا هو غدانا، وبالصحه والراحه غداكم، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد الغدا. البنات هنايا رجعت معاكم صافي. تغدينا، عرفتي عندي الجره فاش كنجيبهم مع الوحده مع ال11 ونص، عندي الجره ما كيبقاش ليا الوقت بزاف. مع 12 وشي حاجه كنت في الدار صافي، عطيتهم يتغداو. ما نكذبش عليكم، ما غسلت لا ما عندنا والو، خليت كلشي في ليفيي، ما مسحت لا البوطه لا حتى شي حاجه باسكو ما عنديش الوقت. الوقيته اللي كيغسلوا سنانهم، والوقيته اللي كولي انت دربي ديري. المهم فوالا صافي، دابا هذه الواحد 12:58 دقيقه غادي نديهم تقريبا. المهم الوحده قولي غادي نديهم دابا ليكول نحطهم، ومن تما غادي نمشي عندي الكيني الترويض، عندي غادي نمشي الكيني. كاينش البلاصه وداروا هاد لي باركينغ تاع عوجين، صراحه متعذب فيهم. مي المهم صافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي نمشي ديريكت كما قلت لكم الكيني. بونجور للدار. درت وليداتي في الدوش، دوشت ليهم، لبسوا بيجاماتهم، ودابا خليتهم غادي يبداو يديروا لي دوفوار ديالهم. دابا نزلت باش نوجد العشاء. صراحه كنوجد دائما العشاء بكري، اليوم قلت غادي ندير غير ان سوب فيت في سيرتو. هنايا الخضره ديال فرنسا دغيا كطيب. المهم هنايا غادي ندير واحد لا سوب بالخضره، وغادي ندير بيتزا ديال الطون صافي. هادشي اللي غادي ندير. مهم خليكم معايا في لا فيديو. بحال هكا طريفات صغار، غسلته مزيان وقطعته، والبروكولي حتى هو هكاك. ودابا غادي نقطع القرعه. وقبل ما نقطعها بغيت غير نقول لكم البنات، هاد الماس خديتهم من اكسيون، عرفتوا البنات واعرين خطيرين. كاينين ثلاثه، كاين الكبير، وكاين هاد الصغير هذا، وكاين لو مويان ها هو. عرفتي البنات واعرين واعرين، عرفتي كيفاش كيقطعوا الخضره، كيقطعوها بالزربه ها فيت زعما، ماشي بحال الاخرين. الموس دغيا كيمشي فيها. المهم البنات زعما كنصحكم بهم هاد الماس هادو في اكسيون، ما غاليينش، واقيلا كيديروا شي 3 أورو ولا 4 أورو. المهم فنين خطيرين. دابا غادي نمشي نكمل الخضره كامله، غادي نقطعها. قطعتها كيف ما تتشوفوا. دابا غادي ندير عليها الماء، وغادي ندير عليها العطريه. بالنسبه للعطريه البنات غادي ندير شويه ديال البزار،
باش تجي بنينه. ندير شويه البزار. بالنسبه للبصله البنات انا ما كنديرش نورمالمون البصله، كندير هذيك البصله الطويله شتي يقولها البر وقيله، هي اللي كندير. مع دابا ما عنديش، قلت ماشي مشكل ندير هذه، ندير الخضره لا العاديه زعما، ماشي بصله زعما عاديه. الملحه، وغادي ندير واحد جوج ديال لي كوب هكا، جوج هكا حتى هما تيطلقوا البنه. وغادي ندير شويه ديال الزيت وغادي نردها طيب، وملي طيب وديك الساعه نرجع معاكم. هنايا البنات قطعت شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله صفراء، المهم فلفله خضراء ما عنديش، غادي نزيدها مع البصله وغادي نقلي كلشي وغندير عليهم شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. صافي وهانتوما معانا. هانتوما البنات اللي تقلات ليا البصله عليها الفلفله، ودابا غادي ندير شويه ديال الملحه وغادي ندير شويه ديال البزار وغادي نقص عليها ونخليها تتقلى على خاطرها. غادي نحركهم هكا شويه البنات. هنايا راه زدت شويه ديال الصدر ديال الدجاج هاد فلاسو، كنت باغا ندير الكفته ونسيت، كنت باغا ندير الكفته وعاد لقيت عندي الدجاج درت واحد الطريف. بالنسبه للبيتزا البنات انا غادي ناخذ لاباط هكا واجده عندي، هذه واخداها من لوكليغ. المهم كلشي عندي واجد، غير البصله والفلفله هما اللي قليتهم. هنايا شديت لاباط حليتها وتقبتها بالفرشات. هنايا غناخذ واحد جوج معالق ديال لاصوص طوماط، المهم لاصوص طوماط اللي كانت عندكم كاينه، يا اما هذيك سبيسيال بيتزا يا اما العاديه. انا غندير غير العاديه حيت ما عنديش ديال البيتزا، غادي ندير غير هذه غير باش ندهن هكا، غادي ندهنها كامله. وراه سبق ليا شعلت الفران باش غير نصاوبها صافي نديرها نيشان في الفران. ها البنات غادي نهز هذيك البصيله اللي شحرت ليا والفلفله، غادي نشدها وغادي نخويها هنايا هكا، نشدتها هنايا بارتو. المهم سلمى وادم اللي بغاو يديرو غادي يديرو شويه شويه. يلا دير يلا بارتو تشوفي بارتو دوسمون. صافي صافي اجي نتايا يلا شتت بارتو. المهم داروا اللمسات ديالهم حتى هما. علي سي بون سي بون ميرسي. بغاو يديرو قالك بغاو يديرو، قلت لهم زعما نديرو لهم خاطرهم وصافي. هنايا صافي البيتزا هاهي وجدت، غادي نديرها دابا نيشان في الفران. هنايا غادي ندير لاصوب هاهي صافي وجدت، غادي نطحنها في مولينكس، غادي نديرها في مولينكس وغادي نطحنها. هنايا ملي عاودت طحنتها البنات شوفوا كيفاش جات معاك، كانت جات شويه ثقيله، زدت ليها شويه ديال الماء. ها نتوما درت ليها غير شويه ديال غير جوج فرماجات، شويه البزار شويه الملح كيف ما شفتوا صافي على حساب الدراري. وملي غنبغي نحطها لهم راه غندير لهم فيها شويه ديال الزيت. المهم البنات جات زوينه هكا، اللي ما تيبغيوش ولادو ياكلوا الخضره
من الاحسن يديروها هكا مطحونه، ما كتبانش، ماشي بحال الا هكا لو الخضره هكا ما تيبغيوش منهم ولادي انا، تيبقاو يقول لك هذه ما بغيناهاش، البصله ما يبغيوهاش، الفلفله ما يبغيوهاش، دونك تنفضل نديرها لهم هكا نطحنها كتجي زوينه. ونيت مع هذا البرد تنبغيو حاجه تكون سخونه شويه. دابا غادي نمشي نشوف البيتزا. وهنايا البيتزا ها هي وجدات لينا. صراحه جات زوينه، تحمرات ليا من التحت ومن الفوق كيف ما كتشوفوا، وريحتها تتعطي. درت عليها شويه ديال الزعتر من الفوق والزيت البلديه، رشيت شويه زيت البلديه ورشيت الزعتر هو التالي. صافي. بالنسبه للعشاء انا كان هو هذا، واحد لاسوب مع بيتزا. الواحد كيتغدى مزيان في الغداء، والعشاء كيدير حاجه خفيفه. وكنبغيو نبدلو شويه سيرتو مع هذا البرد، تجي زوينه زعما لاسوب ولا الحريره ولا بحال هكا، كتجي مزيانه زعما في هذا البرد. صافي. ودابا غادي ندوزو باش نتعشاو، وغادي نقول لكم بالصحه والراحه عشاكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.